السلام عليكم ورحمة الله تلاميذ وتلميذات مستوى الثانية ثانوي إعدادي. درسنا لهذه الحصة سيكون تحت عنوان البدن. إذن نبدأ على بركة الله منطلقين من عناصر الدرس. إذن عناصر درسنا لهذا اليوم هي على الشكل التالي: أولا تعريف البدن، ثانيا أنواع البدن، ثالثا إعرابه. إذا لاحظوا معي الشواهد التالية: الجملة الأولى، يقام الموسم إميلشيلو بعمالة راشدية، يخلد الناس أسطورة البحيرتين إسلي وتسليت، يقضون النهار جله والليل بعضه في مشاهدة الموسم والاستمتاع به، أكبر الناس العاشقين حبهما. إذا بالعودة إلى المثال الأول، يقام الموسم إميلشيلو بعمالة الراشدية. لاحظوا أعزائي التلاميذ هذا المثال وحاولوا أن تتبينوا العلاقة المعنوية الرابطة بين الكلمتين الموسم وإميلشيلو. لا شك أنكم أدركتم أنهما تدلان على شيء واحد. ولو قمنا بحذف الكلمة الأولى من المثال وهي الموسم، لقلنا يقام إميلشيلو بعمالة الراشدية. إذا هذا الحذف لم يغير من الجملة شيء، بمعنى أن كلمة إميلشيل تعوض كلمة الموسم. إذا نقول أن كلمة الموسم هي مبدل منه وكلمة إميلشيلو هي البدل، ومنه نستنتج أن البدل هو اسم تابع مقصود لذاته بالحكم ممهد له باسم قبله يسمى المبدل منه. نعم، ننتقل الآن إلى شق آخر من الدرس وهو أنواع البدل. نعم، لدينا النوع الأول وهو البدل المطابق. نعم، ويتجلى في قولنا الممرض أحمد مخلص. فالممرض هو أحمد وأحمد هو الممرض، فهذا البدل وهو أحمد جاء مطابقا للمبدل منه، فنقول هذا بدل مطابق. أما النوع الثاني من البدل فهو البعض من الكل، وهو ما كان البدل جزءا من المبدل منه، كقولنا قرأت الكتاب نصفه. فأنا لم أقرأ الكتاب بأكمله، ولكنني قرأت بعضا من هذا الكتاب، بمعنى البعض من الكل. تبقى آخر نوع من أنواع البدل وهو بدل الاشتمال. إذا بدل الاشتمال وهو ما دل على معنى في المبدل منه بغير الجزئية، كقولنا أعجبتني الوردة رائحتها. وهذا أيضا ما يؤكده المثال خلد الناس أسطورة البحيرتين إسلي وتسليت، فالبحيرتين هي أو هو المبدل منه، وإسلي وتسليت هو البدل، والبحيرتين سها إسلي وتسليت. إذا نحن هنا أمام بدل مطابق. أما الجملة الثالثة، يقضون النهار جله والليل بعضه في مشاهدة الموسم والاستمتاع به، فلو قمنا بحذف المبدل منه وهو النهار أو الليل، ثم قلنا يقضون جله أو يقضون بعضه، لحدث تغير في المعنى، لأن جله وبعضه ليس عين المبدل منه، وإنما هو جزء منه، بمعنى هذا البدل هو بدل البعض من الكل. أما إذا أخذنا المثال الرابع والأخير، أكبر الناس العاشقين حبهما، فحبهما هنا ليس هو عين المبدل منه الذي هو العاشقين، أن العلاقة ليست هي الجزئية، لأن حبهما ليس جزءا من العاشقين، ومع ذلك نحس أن بين المبدل منه العاشقين والبدل نعم علاقة، بمعنى أحدهما يرتبط بالآخر، أي أن كلمة حبهما وهي بدل دلت على معنى
يوجد في كلمة العاشقين التي هي مبدل منه، لذلك نقول أن هذا البدل هو بدل اشتمال، أي ما دل على معنى في المبدل منه بغير الجزئية. ومنه نستنتج أن البدل ثلاثة أنواع: البدل المطابق، وهو ما كان فيه البدل نفس المبدل منه، بدل البعض من الكل، وهو ما كان البدل جزءا من المبدل منه، ثم بدل الاشتمال، وهو ما دل على معنى في المبدل منه بغير الجزئية. كما أن هناك ملاحظة يجب علينا أن ننتبه إليها، أنه لا بد لبدل البعض من الكل وكذلك بدل الاشتمال أن يشتملا على ضمير يربطهما بالمبدل منه، كقولنا يقضون النهار جله والليل بعضه. إذن الضمير هنا فهو يربط البدل بالمبدل منه. كذلك في الجملة التي سبق وأن تعرفنا عليها، أكبر الناس العاشقين حبهما، فهناك هذا الضمير الذي يربط البدل بالمبدل منه. السؤال المطروح دائما هو كيف يعرب البدل؟ نعم، لأن قلنا في البداية أن البدل يعتبر من التوابع، بمعنى أنه يتبع المبدل منه في حكمه الإعرابي رفعا ونصبا وكذلك جرا. إلى هنا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحصة، على أمل اللقاء بكم في حصة مقبلة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.